سألت عنك وايد بعد أقول ظل بهذا قلبك الطيب لا تخليني اشتبي الحين اشتبي يا أبو نوى بس بلاط ما عندنا أبي أي شيء ما عندنا ولا وظيفة لا تقل لي صر حسك حاضر 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 ما عندنا أنت الحين أكلت شيء أظن أنت أيام ما أكلت صار لك ثلاثة أيام ما أكلت أنا صار لي أسبوعين ضارب عن الطعام من غيرت اسم الولد من وضاح لخضير وأنا ميت قهر فيك حبيبي ما ادري ايش طاح بعيني اجيب لك كلاس ماي لا لا ماكو شيء يطول عمرك لا تخليه شو اسوي شو اسوي يطول عمرك والله ما لا هاشينو شوف ناظم عمي ناظم حبيبي ما عندك شواغر بالمطبخ هاي شو شواغر انت قايل تبي سته كلهم وظفتهم انا مخلي لي واحد 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 ابي واحد بس شنو نوع العمل اللي تدي غسال سحور غيره حمامات كله غسيل مسح الكاشي لا شوف شيء غير انا واحد خابر اي قصاص بصل احجز الوظيفة وحط عليها لوك بيك واحد باكر اوكي يلا على السلامة رشفه رشفه بذوقك بس عشان اذلك يلا باش نروح عند عمك ناظم هو يقوم هذا روح وقع ويا العقد قبل لا يوظف غيرك روح ما يخالف اجيكم بكره اجيكم بكره بس روح لصوب المطبخ لا تيا صوب باب المطبخ دش عليه قول له انا اللي ها شنو ممكن شوي شنو هذا قمت تدخن معه يلا مصفح مصفح ما يخالف ما يخالف تحملي أخوي ذلنا ذل أخوي ولد فقعه محروقة محروقة حارقها من الغهر اللي فيني والله طلبيني طلبيني شاي غير هالشاي هذا صار وليد نعم عمي شاي لعمك صار عمي انفضحنا الوفد بي إذا انت اللي هتصارخين قدام الوفد ترى ينحشون هذا الأجانب I'm sorry.